طيب لما بنفهمها صح ونتعلمها من دلوقتي، من ساعة لما انتوا سمعتوا المحاضرة دي معايا، يبقى انا لما يحصل الموقف اعرف اتعامل صح، صح ولا لا؟ ما يجيليش ألم نفسي، وده المستهدف. خد قرار، خد قرار انك تكمل، خد قرار انك تصلحه، خد قرار انك تنفصله، بس ما يحصلش ألم نفسي ونيجي صدمات تاخد عليها علاجات تقعد بالسنين عشان نخلصها من علاجات او نخلصك من الصدمات. ما ينفعش الكلام ده. طيب بصوا، اصعب حاجة موضوع سقف التوقعات، مرحلة اسمها ايه؟ خذلان الحبيب. خذلان الحبيب، لما يحصل خذلان، لما الحبيب يخذلك في ايه؟ في توقعاتك. يحصل خذلان للتوقعات من الحبيب، اصعب الم نفسي. ليه؟ لان هي متوقعه، اصل انت، انا بحبك وانت غالي عندي، فزمان انت غالي فانت بتعامل، وهو نفس الكلام، يعني انا ازاي اكون عندها كده؟ ده انا مضايق، ده انا حالي كله، ده انا مديون دين الدنيا والاخره عشان اعمل لها بيت وكذا، ازاي هي تفكر في حاجه زي كده؟ اخطر ما يمر على العلاقه عاطفيه ما بين مخطوبين او عاقدين او زواج، خذلان التوقعات للحبيب. المخاطر بتاعتها انفصال، وهم بيحبوا بعض، وده الاخطر. يبحث عنها في كل امرأة، مش لاقيها، تبحث عنه في كل راجل، لان هي بتحبه بس ما عرفوش يتعاملوا صح، ما عرفوش يطلعوا الحب ده. طب الصح ايه في موضوع التوقعات ده؟ الصح ايه؟ امنها، اديها معيار الامان، معيار الامان اللي هي تقول انا عايزه اكمل معاه، معيار الامان اللي ما تجيش تقول لك انا عايزه اعيش، وانا دلوقتي ايد حاجه زي كده، انا مثلا عايزه اول بعد سنه زواج مثلا ما نخلفش السنه دي ونعيش، ماشي اوكي بالاتفاق، وتتفقوا مع بعض على حاجه زي كده، فتيجي في بعد 4 5 شهور تقول لك يا دكتوره انا عايزه اشيل الاتفاق ده وعايزه اخلف، انا بحبه، انا عايزه اجيب منه عيال. امنها، اداها الاحساس ده. انت نفس الكلام، انت عايز من خطيبتك، وعايز من عقد عليها، وعايز من زوجتك اللي انت متجوزها في اول مراحل زواجكوا ديت وضع معين، قول لها انا بحب كذا كذا كذا، وانا بكره كذا كذا كذا، وانا النقطه دي بتضايقني النقطه، طب انا ببقى قاصد كده، طب ما وراء الكلام؟ ما هو في كلام، دي مصيبه برضه، في كلام وفي ما وراء الكلام، انا اقصد ما وراء الكلام كذا وكذا، ده مهم جدا. النصايح اللي انا انصحها للبنات وللشباب كالاتي، افهموا يعني ايه منظومه الزواج، اعرف المراه بتفكر ازاي بعواطفها، وزي ما انا قلت لك المفتاح، والمفتاح الحنان والدعم، الامان مامنها، وهي انا محترمه مقدره، بعبر عن نفسي بقول، وفي نفس الوقت بديله مساحه، اصح علاقه ان احنا جنب مع بعض بس مش خانقين بعض، ولا واحد معتمد على التاني اتكالي، فلو واحد مشي التاني يموت، لا احنا في علاقه صحيه مش علاقه حب مرضيه. وفي الاول وفي الاخر اكون راجل متحمل مسؤوليه، انا اللي عليا دايما الخطوات الصح، انا اللي عليا، ودايما يبقى في حاجه اسمها مراجعات يا جماعه، تقييم الاسبوعي والشهري، بتحب ايه؟ انت عايز ارضيك ازاي؟ انت عايزني اعمل لك، طب ايه اللي، طب انا نفسي ارضيك، طب انا نفسي اسعدك، وانت كمان ايه اللي تحبيه؟ ونعمل اللي ده يحبه واللي ده يحبه، لكن بالهيصه الجميله اللي احنا فيها دي، ده كلام مش صح. وانا يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان النقطه دي تكون نقطه يعني مفهومه صح عند كل شاب وكل بنت، عشان ما نتعرضش لغلط، وما نتعرضش لحاله من حالات الخذلان ولا الصدمات ولا الكلام ده، ونرفع سقف توقعاتنا في حاجه مثاليه. وده ما يمنعش، زي ما قلت لكم في اول المحاضره ارجعوا لها، ده ما يمنعش ابدا ان احنا نعيش رومانسيه حلو، وان احنا نعيش جمال حلوين جدا جدا، وان احنا نعيش قمه الكلام ليل ونهار، بس كل واحد عارف ايه حقوقه وايه واجباته وايه اللي عليه، وما يسيبش مسؤوليه كامله على التاني، كل واحد يشيل شيلته يا جماعه.